سالي، وإلى مساحتنا الطبية الأولى، حنحكي اليوم عن ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا بموجته الثانية. لابد من الوعي بشكل أكبر باتخاذ جميع الاحتياطات الشخصية. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور بهجة عكروش، أخصائي في الإسعافات الأولية وطب الطوارئ. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم، صباح الخير. دكتور بهجت، يعني نحن كنا عم نحكي هلا تحت الهواء عن موجة كورونا، ومثل ما بنعرف بفصل الشتاء بتكتر موجات الجريب، فبيصير اختلاط بين الجريب وبين الكورونا. كيف فيهم او فينا كلنا نميز؟ طبعا لا شك انه اليوم بفتره بمرحله نوعا ما تعتبر حرجه، اللي هي تقريبا مرحله الذروه. نعم. هي مرحله التبدل الفصلي وبدايه الشتاء القاسي، فهذا الشيء طبيعي انه يصير في عندنا قريبات بشكل طبيعي. نعم. وطبعا تزامنت هذا الموضوع مع وجود هجمه الكورونا اللي موجوده في العالم اجمع. شيء طبيعي انه تزداد الاصابات، شيء طبيعي يصير في عندنا اختلاط، يصير في عندنا خوف من، لانه ما بنعرف نحن مقربين، نحن معنا انفلونزا، معنا صحيح. معنا كورونا. صحيح. لكن انا اللي بحب اقوله بكل بساطه بكل سهوله، يعني وهلا يمكن حتى الحكومه دخلت بهذا الاتجاه انه بتوجيه من وزاره الصحه انه التعامل مع اي حاله يشتبه فيها على انها كورونا، يعني مقرب او غير مقرب نفس القصه، يعني بالنتيجه الاعراض هي وحده. يمكن تطور سير المرض او سيروره المرض تختلف شوي بين الجريب العادي وبين انه يكون في عندنا كورونا او كوفيد 19، لكن بالنهايه هي نفس التعامل، نفس الحاله، نفس النتيجه. فلذلك كان التوجه حاليا انه التعامل مع اي حاله قريب على انه كورونا، لانه العلاج واحد، طريقه التعاطي معه وحده، يعني هي المناعه القويه، هي الحفاظ على النظافه، عدم الاختلاط مع الاخرين، طب ما بتفرق شيء إذا كان كورونا ولا غيره. نعم. لذلك أنا بقول حاليا يعني لا تخافوا من هذا الموضوع، يعني معظم الناس بهالمرحلة بتقرب وقريب عادي، مو أي قريب أنه أنا بدي خاف، وأنه حتى لو كان كورونا ما بيخوف، يعني ما أنه هو بالحالة المرعبة اللي تسوق عالميا على أنه هو قاتل وهو مميت، لا هو ما أنه قاتل وما أنه مميت إلا للحالات محددة، يعني هو له سيرورة معينة، له تطور معين بهي الحالة. بهي الحالة بيصير مع الناس اللي مثل ما حكينا يمكن سابقا بحلقات ماضية، أنه عن الناس اللي عندها مشاكل صحية كبيرة قلبية وضغط وكلية وسكري وأمراض مدنية في أعمار متقدمة جدا، أوكي مندير بالنا أكثر من غيرنا، لكن بشكل عام هو يمكن أن يحصل ويمكن أن يدخل إلى الإنسان ويخرج دون أن يدري فيه، بما معناه أنه غير مرعب بالمعنى الحقيقي الكثير، لكن خلينا ندير بالنا أنه نتعامل معه بشكل بسيط جدا من حيث النظافة ومن حيث التعامل والإجراءات الاحترازية الطبيعية. دكتور، خلينا نحكي عن واقع الكورونا اليوم. كثير من الناس خايفين مرعوبين، عم بيقولوا الموجة الثانية ومن الموجة الأولى، وعم بيقولوا مثلا كانت أول شيء إجت مثلا على المعدة على الأمعاء الكورونا، هلا عم تيجي على الرئة وعم بيحتاجوا أجهزة تنفس ومن هالأشياء. خلينا نحكي عن واقع الكورونا اليوم بسوريا، برأيك شو؟ نعم، بداية خليني أقول وضح نقطة مهمة جدا. هلا عم بيجي على الأمعاء ولا عم بيجي على الرئة ولا عم بيجي على التذوق ولا عم بيجي على أي مكان، هو كورونا عم يدخل الجسم، عم بيظهر بأعراض مختلفة، تعالج الأعراض على حسب ظهورها، يعني ظهورها معوي يعالج بهذه الطريقة، ظهورها رئوي بيصير بمعالجة بشيء ثاني. بالنهاية ما كثير نحط حالنا نحن بهال تفاصيل صغيرة، انه يا هل ترى بدي يجي على امعائي ولا بدي يجي على رئتين، لانه عم بيقول مثلا اخطر الرئة، ممكن الواحد يتوفى، ممكن حتى لو كان عندنا عنصر الخوف انه لو طيب اذا نحن قائمين على الاحتمالات، نترك الاحتمالات لوضعها، يعني نترك الحالة لحالتها. الاصابة بالكورونا نحن الاهم انه ما ننصاب، اما نصبنا فنحن نصبنا، يعني ما رح انا اقدر حدد سيروره المرض تبعه، يا هل ترى رح يروح على الرئه ولا رح يروح على الامعاء ولا يروح على المعده ولا يروح على المفاصل ولا الى اخره. فانا بقول لكل الناس لا تفوتوا بتفاصيل، لانه الدخول بالتفاصيل احيانا بيرعبكم اكثر. انتم حاولوا انه ما توصلوا لمرحله الاصابه بالكوفيد 19 او الكورونا. هلا الواقع الحالي حسب وزارة الصحة السورية ومن خلال تواجدي بالمشافي و يعني شعوري بالأشخاص اللي موجودين، هناك إصابات وهناك تزايد في عدد الإصابات عن
من 4 أشهر سابقة، لا في عندنا زيادات، لكن هي الزيادات الحمد لله لم تصل إلى مرحلة الذروة أبدا، يعني حتى أقل من الذروة اللي نحن كنا متخوفين منها أو متوقعينها كأطباء. لكن هذه الإصابات لم تكن بتلك الخطورة، يعني أنا في ناس هتقول أنه أخطر من قبل وأقل خطورة، لا لا لا، ما أنا أخطر من قبل، يعني لا بالعكس، كانت الفترة الأولى كانت فيها الهجمة أو الفوعة للفيروس كانت أعلى وكانت أقوى. طبعا السبب هلا أنه أول شيء تقريبا صار في نوع من الوعي عند الناس أكثر، صار في طريقة تعاطي مع الحالة بشكل أفضل، صار في يعني إدراك حتى من الفريق الطبي بكيفية التعاطي مع الحالة بشكل أسرع وبشكل أسهل، صار في تحضيرات من الدولة ومن الحكومة ومن وزارة الصحة بشكل كمان أكبر، يعني في تحضيرات مسبقة، ما عاد دخلنا بمرحلة الإصابات الصعبة اللي ما نعرفانين أو نتفاجأ فيها. حاليا كانت الأمور مضبوطة أكثر، مدروسة أكثر، فريق طبي أفضل، وعي عند الناس أكثر، لذلك أنا أبدا ما أنا شايفها أخطر من قبل، هي موجودة لكن بكل بساطة نحن قادرين لحد الآن نستوعبها كمشافي، كدولة، كحكومة مستوعبة الحالة، لسا تزال يمكن وصلنا بالمرحلة الماضية إلى أنه ما في أماكن بالمشافي. هلأ لا، في كتير أماكن فاضية، وطبعا نتمنى أنه ما تنتلي أبدا، لكن حقيقة أنه منقول أنه معناها أنه الأمور بالعكس يمكن أفضل. التعاطي مع الحالة دكتور مثل ما ذكرت، التعاطي مع الحالة هو اللي كمان اختلف تجاه الفيروس، ولكن بيقولوا الوقاية خير من قنطار علاج. قديش مهم أيضا أنه ما نهمل حالنا، يعني في عالم مثلا هلأ بتقول والله الدكتور قال هو أقل خطورة، لا هو ما له أقل خطورة، أنتوا عم يقول الدكتور أنه أنتوا لازم تاخذوا احتياطاتكم لا ما تنصابوا، ولكن طبعا خلينا نقول كل شيء زاد عن حده ونقص، بترتيب بامور معينه مثل الكمامه، مثل يعني اذا كان واحد خارج المنزل، حتى الاطفال يلي عم يجوا من المدارس كمان لازم الام تتعاطى مع الطفل بطريقه انه تعلمه انه ما يفوت بالبوط، تعلمه انه يشلح ثيابه، انه يغسل ايديه بالميه والصابون، حتى طبعا نقدر نتدارك ما نوصل للمرحله تبع المرض. بالضبط، مشكورة جدا على الإضاءة اللي حكيتيها لأنه مهمة جدا. أنا رح بس أعبر بجملة واحدة فيما يتعلق، أنا لا أقلل من خطورته لكن لا أريد أن يكون الرعب والخوف والهلع هو المسيطر. دائما أنا بقولها دائما أنه الهلع والخوف هو ما يريده الفيروس، يعني أنك تخاف وترتعب، هذا اللي بده إياه الفيروس مشان يلاقيك ضعيف ليفوت عليك، إياك تضعف، الأمر طبيعي جدا وبسيط جدا، لكن إذا عملنا الإجراءات الوقائية اللي عم تفضلي فيها، نحن اللي بدنا نقوله وعي الناس صار أكثر شوي فيما يتعلق بكيفية الوقاية. الوقاية مهمة جدا شئنا ولا أبينا، بكورونا أو بدونه. تماما. يعني نحن كمان بدي أقولها، يعني هي على الهامش بين قوسين، أنه الناس بتفكر أنه هلا هي كأنه عقوبة أنه أنا لازم أتنظف إيدي كل يوم ولازم كذا ولازم كذا. هذا الشيء الطبيعي جدا المفروض نحن بحياتنا الطبيعيه نعيشه ونكون النظافه تماما، لما يجي الواحد من برا يغير اواعيه، ينحطوا بالغساله، ما يدخل مثل ما تفضلتي ببوطه لجوا، الغسيل والنظافه، الكمامات، ما يعمل في تزاحم، ما يقعد بالاماكن المزدحمه جدا، ما يعطس بوش الاخرين، يعني المحارم الورقيه تكون موجوده معنا، كل واحد ادواته الشخصيه موجوده معه، يعني إذا هذا الشيء الطبيعي اللي يفترض نحن بشكل عادي جدا سواء بالشتاء أو بالصيف بكورونا أو بدون كورونا طبيعي. لازم نتصرف تصرفات طبيعية ونعيش حياتنا بشكل طبيعي، وأكيد النظافة الشخصية ضرورية. دكتور خلينا نحكي كيف ممكن نحن نقوي جهاز المناعة؟ نعم، هذا سؤال كتير مهم. المناعة الناس تدرك أن المناعة هي تحصل في أسبوع ولا 10 أيام إذا بأخذ فيتامين سي مع الزنك، مثل ما هي الوصفات الفيسبوكية بسميها أنا كتير مكترين للأسف، يعني الوصفات الفيسبوكية الكبيرة جدا أنا هيك بسميها وصفات فيسبوكية، لا لأنه كله حاطط أنه اعمل هيك واعمل هيك واعمل هيك، كله قص ولصق، وهذا من أكبر الأخطاء. الزنك ما لازم ناخده أكثر من 5 أيام، وإذا كان في عنا حالة دنف أو قمع أو قلة شهية، يعني واحد بفترة الإصابة ما بيعود يأكل، بهي الفترة بينقصه شيء من الزنك،
ممكن ياخده، لكن تعويضه بدون حب ما في داعي يشتريه، ممكن عن طريق البقوليات، الفول، الحمص، الثوم، كلهم فيهم زنك. هذا كله فيه زنك، وزنك بكميه كبيره. ولا سعره غالي يعني؟ يعني حرام، لانه طبعا عم يصير في عندنا استغلال من بعض النفوس الضعيفه لهذا الموضوع. لذلك انت بالطعام الفيتامين سي كمان ايضا، مو شرط حب الفيتامين سي، الفيتامين سي موجود بالبطاطا، موجود بالزهره، بالقرنبيط، موجود بكل اطعمه الخضروات، الفليفله، البندوره، اللي هي اقل ما يمكن موجوده بين ايدينا وارخص ما من غيرها موجوده بين ايدينا. فاذا المناعه لا تتوفر، انا اللي بدي اقوله للكل وارجو تحفظوها، لا المناعه لا تتشكل خلال اسبوع او اسبوعين، المناعه هي حاله تراكميه. صحيح. يعني انا مو اليوم ان هذا الاسبوع اذا اخذت فيتامين سي واخذت زنك انا عملت مناعه على جسمي، ابدا هذا الكلام غير صحيح. وهذا الكلام في شيء من يعني مع احترامي هو من يعني الاستخفاف من الامور. إذا المطلوب هو دائما بشكل طبيعي. وأنا بتصور إلا في حدا ممكن يقول لي إنه يا دكتور هل من نجيب، شايف الوضع، هدول أرخص ما هو موجود في السوق أو أرخص شيء، فليفلة، البندورة، البطاطا، الزهرة، يعني الثوم، كله هذا موجود بين إيدينا، الفول، المسبحة، الحمص، يعني هذا أكلاتنا الطبيعية نحن بسوريا، هي الأكلات اللي بناكلها بشكل طبيعي. نعم. خلينا نركز عليها شوي صغيرة وهي كافية على فكرة، كافية وزيادة. إذا بما معنى تقوية المناعة تكون من خلال التغذية المتوازنة. صحيح. وهي التغذية لا أطلب فيها الأطعمة الغالية الثمن، هي الأطعمة البسيطة جدا الشعبية الموجودة بين إيدينا وبشكل دائم، وليس فقط في مرحلة الإصابة. يعني عندما نكون نحن عم ناخذ تغذيتنا بشكل طبيعي جدا مع نظافتنا، مع طبعا كثير نقطة مهمة موضوع الافتراق الحراري، يعني انا ما اكون جوا جنب مكان كثير ساخن ودافئ واطلع، حتى من مستوى انه انا اذا بدي اروح من كنت بغرفه القعده فيها صوبيا وبدي اروح على الحمام، من بدي امرق بالصالون، الصالون يمكن حتكون درجه الحراره والحمام عن 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 الغرفه في 10 درجات فرق. لذلك بقول لك انه انا يعني ما دواء جوات البيت، لا حتى لو جوا البيت بدي اطلع من غرفه دافئه الى غرفه بارده لازم اتلحف او حط علي نعم. شيء غطي نفسي. بهي الطريقه انا بكون كمان ممارسه الرياضه قد ايه مهمه دكتور؟ الرياضه مهمه في كل اوقات السنه. حلو. وفي كل الاوحاء بالكورونا بغير كورونا، الرياضه هي عباره عن تحريك للدوره الدمويه، هي نعم. عباره عن تنشيط، هي عم تخلينا ناخذ اكسجين زياده، هي عم تخلينا يكون مناعتنا اقوى بنفس الوقت. حلو. فالرياضه شيء مهم جدا اكيد. دكتور يمكن حكيت نقاط كثير مهمه منها انه المناعه مو هي بوقت معين، هي بتكون ايضا عبر مده زمنيه من الاساس اساسه طبعا. الواحد انه هو بيتغذى صح، بيفطر، بياكل خضروات، فواكه، وايضا نحن ما نعتمد بس على الكورونا انه نحن ننظف ايدينا، كله بيلحق له، يمكن كلها عمليه تكامليه، وهذا يمكن الكورونا بخطورتها وكمرض كمان علمتنا انه نحن مثل ما ذكرت انه نتبع نمط حياه جديد. نصائح هيك اخيره لكل اللي عم بيتابعنا منا دكتور؟ النصيحه البسيطه جدا، ارجوكم ما تخافوا، رقم واحد لا تخافوا، قريب كورونا، انفلونزا، اي شيء بيصير معنا معلش نعم. كله قابل، جسم قادر بكل بساطة إذا كانت مناعته جيدة أن يتغلب عليه. لذلك ما في داعي للرعب، الرعب عدو النظافة وعدو أو عدو الصحة نعم. الرعب هو اللي بيخليه الفيروس يقوى. وبدي أقول وأنا حاكيها مرة وبرجع بأكد عليه، الفيروس عزيز النفس، إذا لم تذهب إليه وتأتي به إلى لعند لا يأتي. لذلك خليكم بعاد عنه بنظافتكم الشخصية، بعلاقتكم مع الآخرين، النظافة العادية، الرياضة، التغذية البسيطة المتوازنة، عدم الوجود بالمناطق المكتظة، وهو بيكون بتصوري كافي لأنه نكون نحن في أحسن حالاتنا. أكيد أكيد دكتور، شكرا لك، شكرا على معلوماتك القيمة، وأكيد زرعت الاطمئنان عند كل الأشخاص، ولازم الكل يدير باله على حاله، ينتبه على نظافته الشخصية ويلتزم ببعض الإجراءات الاحترازية. شكرا كثير دكتور، ونشوفك بحلقات قادمة. شكرا لكم، السلامة للجميع بإذن الله. أكيد نتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا لك دكتور بهجت على المعلومات القيمة اللي فدتنا فيها، وأكيد مشاهدينا كلهم استفادوا منها.